دي الامور زينه، كهرباء ما تطوى وكل شيء. نعمه من الله، احنا احسن الدول، كهرباء عندنا ما تطوى. يا الله والله العظيم يا الله. يعني هاي شو سوى هاي العالم اللي ينسحب تسحب، وهاي تصير هيك يعني انفصالات بين فصل يصير يعني فصل اي فصل شوي دقائق معدوده. ايه؟ هاك هسه وضعيه كهرباء هي هاي شرفك يعني بلد العراق هو ابو النفط، هم باعترافهم 100 مليار مصدرين خلال هاي السنه بس. زين مليارات هاي يصدرون بها الفلوس وينها؟ زين الانباق وينه؟ شو الانباق؟ ماكو نتيجه له، مو قلنا زها اكو؟ وين السودان متعهد بان راح يحاكم كل المجرمين وكل هاي؟ شو كل شيء ماكو؟ يعني هو مجرد اعلام وكذب بس. قالوا الكهرباء 5 مليارات اعطينا لايران، وهسه الكهرباء راح تبقى بعد مستقره، شو نبقى ما تطوى؟ قالوا الغاز راح نشتغل به، وراح الغاز بعد ما نجيب غاز ايراني وغاز عراقي نشتغل به، او كذب هم طافية. بعد وين الكهرباء وين؟ يعني 23 سنة ما عندنا كهرباء بالعراق. العراق هذه الدولة العظيمة ما عندها كهرباء 23 سنة، هاي وين صايرة؟ بيا دولة بيا دولة؟ خلني اسأل للشيعة السوداني وينه؟ والقبلة والباقة وش قدهم؟ ليش ما حد يطلع بوقاتهم؟ ليش ما يحاسبهم؟ ليش ما يحاكمهم؟ يعني الى متى يبقى البعير على التل؟ قلت المتن الى متى نبقى هيجي؟ كهرباء ماكو، وضعيه المي ماكو، وضعيه تعبانه. العراق هو اللي هسه لازم ياكل بخاشوقه ذهب. العراق ياكل بخاشوقه ذهب. والله الكويت يقول احسن، العراق احسن مني. قلت له شلون؟ قال لي ارض سواد، انتم ارض نفط وارض زراعه عندكم، حصار انتم عندكم. قال مجعتوا قمتوا تاكلون تزرعون وتاكلون، حصار عليكم من امريكا سوته اكلنا. شو هسه احنا لا حصار، انشال الحصار عنا، انشالت الفقره السابعه عنا. زين شنو وضعيتنا؟ شو نرجع نحو الأسوأ؟ حصه تموينيه ماكو، لان هم لو شرفاء صدق قالوا خلينا نغير اللي دمره صدام، خلينا نسوي نعدل العراق ونبنيه من جديد. وين البناء؟ وينه؟ كل شيء ماكو، مظلمه الكهرباء، المي ماكو، الوضعيه تعبانه، الفقره زادت، المجاديه زادت. شنو سووا؟ يعني شنو انجازات هاي الحكومه؟ هم تقول عندي انجازات؟ عيب عليهم، خلي يستحون. والله خلي يستحون يسدون حلوكم احسن، يسكتون يقولون احنا فاشلين وصار لنا 20 سنه فاشلين، واعذرنا يا شعب العراق، احنا فاشلين ما نعرف نسوي دوله. ها هي بعد. ما اقول احكي بعد اكثر. وارجو ان تنقله هذا، لان انا ما اريد انقطع، اريد اخلي يسمعونه. والله وخلي يسمعونه، خلي يسمعونه من عندي ومن غيري. كافي بعد السكوت عليهم. الى متى يعني 23 سنه ساكتين؟ ما يصير، حرام علينا. اللي يسكت عن الظالم هو مثله ظالم مثله. زين لو يغيرون، لو بهم حيل يغيرون ويقولون احنا قاتهم ومجاي نغير. لو ماكو خلي يتنحون، والله خلي يطوها الناس الشرفاء. شنو لا مصانع مبنيه؟ لا شنو مصنع ما يقدر يبني؟ شنو شكو بيه مصانع؟ مصانع عندنا مصانع ما تعبانه ترى بعدي، مجرد بس يشغلوها، شغلات سهله. زين مليارات هاي خلي يقطعون من مخصصاتهم هم البرلمانيين ومجلس هسه شلون خبصوا الدنيا على مجلس المحافظه على مود؟ ليش؟ والله لو مجلس المحافظه لخدمه الشعب العراقي والله ما يخلصون الدنيا عليه هيك، لان على مود يبوقون بي، على مود يبوقون رئيس مجلس راح يبوق، وما ادري معاون ماله منه، ومجلس محافظه بغداد يبوقون بي على مود يبوق كتلونا باسم عليه. والا والله العظيم لو خدمه الشعب العراقي ما يحجون بي ولا يجيبون له طاري. صلحوا الوايا زين؟ اي شو الفايده؟ شو الفايده؟ شو الفايده؟ احنا نريد كهرباء مستقره صحيحه، مو يضحكون على العالم. عيب هذا. 5 مليارات قلت دفعت لإيران. زين ليش تدفع 5 مليارات لإيران؟ ماكو داعي. عندنا الغاز هذا ينحرق. قالوا لهم السوق، قال ها 3 مليارات نخسر عليه، 3 مليارات انت بالسنه ما ادري 5 مليارات ما ادري 6 تطل لإيران. وكهرباء ما عندك، إيران ذيك مره قطعتها علينا، مطها ما وفوها. هسه ما نعرف هم صادقين يقولون انطيناها وهي تكذب. ما نعرف هم كذابين وإيران صادقه ما يعطوها حقوقها، ما اعرف بعد. بعد اريد نبتم الحقيقه شنو هو. زين ان شاء الله خير، ان شاء الله يلا شمال الله.